سلام 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 السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كي داير مع الصحه؟ كي دايرين مع رمضان؟ كي دايرين مع رمضان مبارك سعيد؟ البرد ولا الصاد ولا شنو عندكم؟ توحشتوني الشتاء. توحشوني اش توحشوك؟ الفيديو بلا ما كنتي احسن داز زوين، ما فيها صداع. الفيديو اللي دار بوحدو راه هرب، نص على مشاكل بخير شاور ما قال والو. انا عرفت بعاني باش ندير الفيديو، ولكن ولله الحمد تشوف مقلب الحباب. تشوف الحباب قالوا لي هذاك الفيديو باش ما كايناش نتيا، حنا بغا يفهموا راه شكون هذا اللي قال لك؟ ما نقولش راه قال الفلاح، قال الفلاح اللي كنعرف قالوا لي الفيديو اللي درتي واعر بلا الشعيبيه واعر. لا كل الفلاح بلاستي ما يمكنش، لا يمكنش هذاك الفيديو اللي درتي ما عجبش الناس. ما عجبهمش؟ لا احنا غنشوفوا لي كومونتير في هذا الفيديو هذا. يلاه قولوا لي واش عجبكم الفيديو الاول. واش عجبهم الفيديو الاول اللي بابك وبلا يانس؟ يانس ها هو اللور اجيبهم من المدرسه. من المدرسه وما عرفتش كيبان لك ما كيبانش. صافي خليني نبين عليكم. قال لك صافي قال لك ما تصورونيش. اي 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 يانس منو اللي مع الشخصيات مهمه ما خصكش تصوري غير هكا. عاد جبناه من المدرسه نهار اول حاجه كتسول وليداتكم كيدوزوا النهار وكيطلع قال لي النهار وداك الشيء وعاجبو الحال وكيجي ناشط ودابا المدرسه كيدوز النهار في المدرسه. هذاك الشيء اللي كاين. حنا دابا راه وسط النهار هذا الجوج، انتم تكونوا فطرتوا وساديتوا مشيتوا التراويح كنتوا في المغرب حقك واك انا كنفطروا مع المغرب. لا كنا كنصوموا معاكم مع المغرب كون مزيانه. لا غنصوموا بالليل كرة التاجر العشية لأن حنا مصحين فاطرين. فكرت هاد القديم شحال كنقول هاد القديم مزيانة بون افير نفطروا مع المغرب مزيانة. انت كتفطر في البلاصة اللي انت فيها. وكيقول لك هما علاش النهار كيقلبوا رمضان مع السعودية؟ حنا من الحق نقلبوا على المغرب مع المغاربة. راه المغرب مع المغاربة شفت كيفاش هي هذيك المغرب مع المغاربة. ايوا معليش النهار كيدوز دغيا في الحقيقة الواحد غير يعمر. ملي كان عرفتي حيت هنا هاد الولاية هادي الينوي فيها الجو بارد ما فيهاش الجو سخون بزاف. يلاه اليوم شوية الشميشة بانت. الجو ملي كيكون بارد ما كتحسيش بالصيام وبالعطاش وبالجوع. يلاه فين غنمشيو اليوم؟ قول لهم واش غنديروا اليوم. اليوم في حقا ما بغيتش نقول لكم فين غنمشيو، خليكم بقاو معنا ومركزين معنا حتى ندخلكم نديكم واحد البلاصه زوينه عاوتاني وبلاصه فيها موضوع مهم وين بزاف بزاف بزاف. خليكم معنا وبقاو متبعينا. يلا ما تزابيوش يلا ديروا حزام السلامه، ديروا السماطي ديالكم وزيروا السماطي. معكم البيلوت بناني. عرفتي داك البيلوت بناني اللي كيشارك في لا مره بناني اللي كيشارك في المسابقات ديال الطوموبيلات. يلا ديروا السماط ديالكم. يلا هو معنا. وصلنا الى المكان المعلوم في قلنا لكم غادي نجيبوكم اليوم ذا هوم ديبو. هوم ديبو اكبر دروغري، اكبر دروغري في ميريكان. هذا هو اكبر دروغري، فيه جميع انواع السلعه اللي بغيتي، جميع انواع الدوزان بالنسبه لخوتي البنايه ولا الجريجيه ولا النجاره ولا البلومبيه ولا كاع هاد الحرفات هادو راه كاين ماتيريال هنايا. بغيتي حتى دار كتبع حتى دار كتمونطا دار ديمونطابل يمكن لك تهزها من هنايا تديها وتحطها في اي بلاصه. امريكانيين هما هادو مولفين بالترقيع، مولفين بداكشي خفيف ظريف ديروا عندهم كيتفكوا. وكما هضرنا واحد المعلومه ما قطعتكش، واحد المعلومه بحال دابا المغاربه كيبغيو يديروا الصالون المغربي ما يمكنش يتموا جايبين معاهم سدادر من المغرب ولا في الطياره، كيجيو هنايا كياخذوا العبارات ديال صالوناتهم وكيصاوبوا صالون مغربي غير بيديهم. تقدر تصاوبوا غير في دارك يعني. الزواقه راه كاين هنا ديال الجنب كتكون الزواقه يا اما كيبيعوها، كاينين الناس المغاربه كيبيعوها هذيك الزواقه تيجيبوها ديال الجنب تيجيبوها من المغرب. ولكن السدادر والعواد كتصاوبهم انت في دارك يعني الراس. كما قلت لكم الحلقه اللي فاتت هضرنا ملي كنت انا بوحدي ما كانتش معايا ما باقيش غادي نعاودها لان كل شيء كيقول لي ما تبقايش تغبري. احنا غنشوفوا دابا في لي كومونتير ديال الفيديو. راه اليوم كومونتير قولوا واش بغيتوني انا بوحدي ولا بغيتوها معايا. قولوا واش كنزيد شي لمسه ولا ما تزيد والو. واش بغيتوني بوحدي ولا معايا؟ دابا خاصكم الجنس نسوي. الجنس اللطيف. الجنس اللطيف. وقلت لكم هضرت لكم على الرموكات، على الحرفه ديال الرموكات ديال شيفو الرموك. دابا هنايا نهضر لكم على الحرفات هذو اللي كاينين في امريكان. قلت لكم حتى الجارت حتى بلومبيت حتى صباغت هادو الحلاقه هادو راه حرفات اللي عنده الحرفه هذه غيبوس يدي من هنا ومن هنا ومن هنا. لان علاش؟ لان كتدخل فلوس بزاف كيخدموا لها بورسونتاج. معلم عنده اتولي كتخدم معاه انت ميكانيسيان، داكشي اللي كتصورو انت في النهار عنده واحد لابار وانت عندك واحد لابار، ولكن راه كنت متاكد بان زباله ديال الفلوس راه طبيب وما كيبانش قدام حريفي.
وعلى فكره اللي بغى يخدم في هون ديبول ما كيحتاجش اللغه ولا ديبلوم ولا ديبلوم. الناس يلاه كيجيو جداد جوار وتا حاجه كتجي كتدفع لهم. يا الناس اللي كيجيو جداد يقدروا يجيو يدفعوا لهم ديبو كيخدموا تيتخلصوا مزيان. راه غتلقاو في الباب غتلقاو في الباب وهايرين يعني كنخدموا الناس اي بلاصه كتلقاو. لان امريكا عندها ازمه ديال الشغل ازمه ديال الشغيله كلشي عمر يعمر هذا القرعه العام الجاي باش اللي باقي ما عمرش يعمر العام الجاي باش نطلبوا الله يسهل على الجميع وكل المغاربه تجيو كامل كل المغاربه يبقى غير اللي كيغني بلادي يزيد بلدان هو وحده غيبقى نعم الحلو بوحده غيبقى في هذيك في المغرب وانتم اجوا كلكم يلا ندخلوا الداخل ونشوفوا شنو كاين. نمشيو نخليوها مطيشة هذيك كتديهم كتزرعهم في الجردة ديالك هذا الشيء غتشرحي خوتنا الفلاحة ياك خواتاتي الفلاحة خواتاتي الفلاحات ها هي انواع المطيشة شتي بصح بالنسبة لخوتي الفلاحة اللي بغى شي حاجة على مطيشة هي كيدير جريدات ولا في البالكون ديالو كيدير ذاك البو هكا كيدي معاها الزرع وكيزرعو دابا هاد الوقيتة هي فاش كيزرعو الفلاحة والفلاحات الفلاحة والفلاحات يلا ليتس جو جميع انواع هي الخزامه لافندر جميع انواع هذا الفلوق هذه الخوتي الفلاحه وخواتاتي الفلاحات كاين اللي كيزرع النعناع البصله مطيشه ولا عندها بلاصه غريلز هذا جناح الشوايات دابا كيبدا يدخل الحال الامريكانيين واو شو قداش كبيره ديال الغاز وديال الفخار ولا شنو هذه ديال الغاز ها هما البطونات ديال جميع انواع ديال الشوايات وحاجه اخرى بانه هنا الامريكانيين معروفين بالباربيكيو في اي مناسبه عندهم ضروري كتكون عندهم باربيكيو في الدار ولا باربيكيو فاخر هما كاع المناسبات ديالهم ضروري كيديروا فيهم الباربيكيو هذه ديالاش ديال الفاخر كدير واو كبيره $750 في الحقيقه مزيان تكون كبيره كطيب دقه وحده وهذوك راه هما اللي صغيورين ديال هادو ديال البالكون اللي عنده البالكون اللي باغي ولا اللي باغي يخرج للبارك بحال مثلا هذه بورطابل كتكتب فيها الطوموبيل معاك البارك هذه مزيانه صغيره ثقيله لا فيكسي هذيك كتبتها معاك الدار كدير $45 هاهما هاهما هما هادو ماشي 19 لا هما هادو ايوا المجامر هادو هما مجامر ديال ميريكان مجمر صغيور هنا جميع التريات والبولات لكن صاب الاضاءه حيت البولات من وراك كاو هنا جميع انواع ديال التريات والبولات هنا كلشي مضوي ها كيشعل وكيطفى بريفيرات ديال الفان بريفيرات ديال سميتو ديال البرد وكاين بالنسبه هنا ديال الفلاحه هاد كما قلنا لكم دابا كيبداو يزرعوا في جراديهم وفي جرادي داكشي هادي مدرا عارفينها المدرا كنتي في الفلاحه راه عارفينها هادي لا ما نشرح لهم شنو هي مدرا المدرا كيزي بها التبن مدرا هادي كيدير شويه التبن بحال هكا شتي كنعرف هادي مزيانه ايوا هنا الكوزينه داكشي اللي تيعجب العيالات هنا تيعطيكم موديل ديال كوزينه كامله غنوريكم هاد المحل هذا راه دير منه دارك وتخرج من هنا تدي كلشي
شتي كيعطيكم اكزامبل ديال الكوزينه، بلاكار في كيتحطوا المواعين. كيفاش كيتحل؟ لا طلع داك الشيء مفركس. هادو كلهم نوعات الكوزينات. كيوريكم هنايا امريكان معروفه بامريكان كيتشن، اللي هي كتكون كوزينه محلوله على الصالون، ما عندهمش كوزينات هما مسدودين بيت. دابا انا هادي اللي بغيت. كي دايره الكوزينه؟ 900 هي هذا. هذا كيديروا الكفاصات ديال الروبيني، باط دوش بلامبي كيتشن، وكتبقى غادي كل حاجه. الويندوز، اي حاجه خاصه بالشراجم، اي حاجه خاصه بالبيبان. في غادي تحل الباب شتو دابا هانتم ديال برا سير بسلامة. مرحبا بكم دار داركم ديال الباب كيدير شحال؟ 1114 دولار. 1114 دولار. دابا انت غادي تجي غتشري بقعة وغتبقى تكز هنايا بحال بحال بازل كتبني دار سدود بالساروت. حلو. هادو ديال برا صحاح، الكاليتي ديالهم واعره، الثمن ديالهم مليون مغربيه. هذا 999 دولار. يعني اشنو هنايا؟ هنا خوتي النجاره تنجر، تشوفهم لهاد الجهه ولا هاد الجهه تنجرت، واللي بغى يصاوب الصالون المغربي كتاخذ عبار. كتاخذ عبار، العبار اللي بغيتي كاين هنايا. كل انواع ديال الخشب هنايا، كل انواع الخشب الثمن رخيص. كتاخذ العبر كيقطعوه لك هما؟ هما كيقطعوا لك. كتخلص حتى ريال، حيت تقطع على حسابهم هما، كتخلص غير البياسه اللي غتشري. والثمن كما قلت لك رخيص هنايا، خشب رخيص. شوفوا قداش، شوفوا قداش. دابا بغيتو تصاوبوا سدادر، كتجي كتاخذوا العبار والشكل ديال السداري اللي بغيتو، وكيهزوه لكم هما، تقطعوه على حساب، ولا كدير لدارك تقطعوه الا بغيتي تقطعوه في دارك. ريحة النجارة هي شنو هادشي؟ هذا جناح ديال ليمون كيما كيقولو النجارة، حدادة ديسك. هما كيقطعو هنا، الثمن ديالهم هادي 560 دولار. دابا هاد الماكن واخا تيكونو غاليين، ولكن راه تيبقاو عندك ديما في دارك. كيبقاو عندك ديما في دارك، كدير بهم أي حاجة. أمريكاني هادي، الثمن ديالها رخيص. جليسات ديال الجردة، اللي عنده اللي عنده باكيارد جردة، هادو جليسات. دابا راه بدا يسخن الحال. الصيف دابا 990 دولار. يس هاني. Do you want? I want Dino Master. Say hi first. Okay, give me. Hi. Give me. Look at my phone. Look. Hi. My Say camera. Camera. نقول لهم لاباس. لاباس. بخير. بخير. When I go to Morocco? Mm-hmm. حاضر التليفون. No, 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 no. أخيرا بعد ما تسارينا، فساريناكم في هوم ديبو في الدروغري، أكبر دروغري في أمريكا. دابا حنا على برا. نتمنوا عندك شي اضافه بعدا؟ نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، ونكون انا خفيفه. ما حكيتيش معاهم ما غاديش يعجبهم. نعاود نقول لك الجوله ديال انا خفيفه ظريفه على قلوبكم. لا باينه ما غيعجبهمش. وما عمرها ما غتعاود تخليه يصور بوحدو. اولها المره الجايه غنديروها بوحدي انا، ما كاينش شي حد اخر. ما عمرها نخليه. ودابا ما علمتيناش البارح، راه صدمتيني. المهم اصحاب الصنايع كنزيد ناكد، شاركوا في القرعه. هاد البلاصه هادي، هاد هوم ديبو هذا، راه اي حاجه خاصك
اي حاجه بغيتي ديرها في دارك كوزينتك. علاش هنا كاين هذا المحل؟ لان كما قال لكم صحاب الصناعه غاليين بزاف هنا، واغلبيه الامريكانيين حتى المغاربه كيبريكو ليو بريكوما تيبريكو ليو راسهم. اذا كنتي كيشريو الماتيريال من هنا، كيشريو العود الحديد اي حاجه تتشريها من هنايا، وكتكون اي حاجه بغيتيها كاينه هنايا. ونزيد ناكد صحاب الصناعيه دوزو شاركوا في القرعه، راه الصناعه عندكم ذهب. عندكم الباك. دابا كنتي عندنا الباك، راه عندكم ذهب في يديكم، راه تجيو لهنا غناكم الله، راكم غاديروا الطيور في المغرب وديروا الطوموبيلات وديروا كل شيء. تهلاو في راسكم والسلام عليكم. نتمنى يعجبكم الفلوغ، ونشوفكم ان شاء الله في فلوغ جاي في بلاصه جديده، شي حاجه جديده. غادي بعقلك وصافي، خلي يلا سيري، يلا نولي مؤدبه، ما كيخليش نولي مؤدبه ونخسروا دابا صافي. الله يسامح، الله يسامح. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، كنبغيكم بزاف بزاف، الى اللقاء، باي.